مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. أحب بكم، أنا فيصل أحمد شلهوب في برنامج ساعة في الاقتصاد، اليوم من أرض المعارض العديد من التحالفات والعديد من أيضا إذا جينا نتكلم على التفاهمات، وذكر التفاهم في معرض القوات المسلحة أفد 2018 تم توقيعها بشكل واضح. الحركة الدائمة في المعرض واضحة جدا لليوم الخامس على التوالي، أيضا نحن ننقل لكم هذه التظاهرة. حقيقة أنا أسميها تظاهرة لأن بالفعل هناك العديد من الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم بشكل واضح من بداية من أول يوم، يوم الأحد الماضي، وحتى اليوم الخميس، خامس أيام الأسبوع اللي لا زالت متواصلة التفاهمات، وذكرت التفاهمات والتحالفات. طبعا بنعرف اليوم وش فائدة هذه التفاهمات والتحالفات للشركات. ورحب بضيفي لهذه الفترة المهندس أسامة عبد العزيز الزامل، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض. مهندس أسامة مساك الله بالخير. مساك بالنور فيصل، الله يحييك. الله يحييك. طبعا نسمع ان هذا المذيع الداخلي اللي قاعد يعلن عن التفاهمات والتحالفات، في البداية ابغى رأيك في معرض أفد للقوات المسلحة 2018. طيب الحقيقة وشكرا على الاستضافة أولا، والشيء الثاني أنه أنت سميتها تظاهرة، الحقيقة هو أيضا مهرجان، يعني هذا مهرجان فعلا يبرز ما وعد به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أول ما استلم وزارة الدفاع، بأن يحول وزارة الدفاع من قطاع استهلاكي إلى قطاع إنتاجي، وبناء على ذلك أنه قام بعمل حثيث خلال الفترة الماضية إلى ما وصلنا إلى هذه المرحلة اللي سميتها تظاهرة ونسميها مهرجان للمحتوى المحلي في صناعة جدا واعدة، وهي صناعة القطاعات العسكرية والأمنية تحت مظلة يعني معرض أفد. أضف إلى ذلك صار الآن معرض أيضا لقطاع لشركات الاقتصادية، يعني الشركات الكبرى العامة في المملكة أيضا قامت تعرض منتجاتها التي تعتبر فرص استثمارية للمحتوى المحلي في المملكة. هذه مهندس أسامة أيضا تواصل لتطوير وزارة الدفاع، القرارات الأخيرة اللي صارت، كيف نقدر نربط بينهم؟ الحقيقة العمل اللي تم في وزارة الدفاع انتقل فيه إلى مرحلة ما يسمى بالعالم الأول، صحيح أنه صارت يعني مقياس، يعني وصل بالوزارة الدفاع العالمية بأسلوب حضاري ومهني بطريقة أنه زادت الحوكمة، إجراءات الحوكمة في الوزارة، مما نتج عنه أن يكون مؤسسة التصنيع المحلي العسكري أصبحت مؤسسة تضم تحت يعني ذراعها كثير من الفعاليات ذات العلاقة بالمحتوى المحلي والتصنيع والتوطين. وكما هي رؤية المملكة في التصنيع العسكري أن يكون 50% في عام 2030 من الصناعات العسكرية تعتبر تصنيع توطين محلي، فالتغييرات الأخيرة ضخت دماء جديدة، دماء للمرحلة القادمة. الحقيقة اللي ما حصل في التغييرات الآن هي جانب مهم جدا، وهو الإجراءات وعملية المأسسة في إدارات وزارة الدفاع. هذا سيكون أنا في ظني في استشراف المستقبل سيكون نموذج لجميع القطاعات العسكرية والأمنية من عدة جهات. أول جهة أنه سيكون هو يعني تحت مظلة ما يسمى بالهيئة التصنيع العسكري. الهيئة التصنيع العسكري الآن سيكون تحتها إشراف على جميع ما يدار في القطاعات العسكرية والأمنية من جميع الفعاليات، أحد أهمها والذي هو معرضنا اليوم المحتوى المحلي، الذي سيقوم على أساسه في كيف أنه يربط بين المستثمر وبين بين الطلب وبين المورد، وبالتالي سيخلق سوق كبيرة واعدة للمملكة العربية السعودية. كيف تشوف المحتوى المحلي؟ عطني الواقع حقنا. جميل. الحقيقة المحتوى المحلي أول ما بدأ أعطى بارقة أمل للقطاع الخاص وأيضا للمجتمع أنه هذا سيكون البديل للعقود الحكومية الكبيرة اللي كانت الحكومة سلمها الله، كانت يعني ضخت في الاقتصاد يعني ما قصرت سنوات عديدة، لكن بحسب الظروف الاقتصادية وأيضا إعادة هيكلة الاقتصاد
الحتمية الضرورية كما صرح فيه سمو ولي عهد في الواشنطن بوست، قضية أنه مبدأ الصدمة هذا للاقتصاد مهم لإحداث التغيير. المحتوى المحلي كان الهدف منه تحفيزي. الحقيقة الآن حنا يعني عندنا نوع من خلينا نقول التردد، سهم ركود ركود، يعني ركود. هذا الركود والمحتوى المحلي لم يفي بالمتطلبات اللي كنا نأملها بإيجاد يخلق الطلب للاقتصاد. فبالتالي يعني نرى أنه الكلام كثير ورش عمل كثيرة، لكن لا يزال لا نجد أنه هذا يتحول لأرض الواقع بطلبات حقيقية للمصانع حتى إيش تستمر في تشغيلها. هذا طبعا سيؤثر كثيرا على التوطين وعلى على البطالة وعلى أشياء كثيرة في الاقتصاد. فهذا يعني من الأشياء اللي يعني المحتوى المحلي نحتاج أنه يعاد النظر فيه لكي يخلق الطلب للاقتصاد السعودي. هذا دور مين يا مهندس أسامة؟ أحسنت. هذا صراحة الدور هذا يتشارك فيه ثلاث أطراف: القطاع الخاص والقطاع ممثل العام. القطاع الخاص طبعا بالشركات بشكل عام. نعم. وعندك القطاع الحكومي وهم كل إدارات حكومية، والآن يعني وحدة المحتوى المحلي تحت مجلس اقتصاد التنمية هي المعنية في متابعة هذه الأمور، ومؤسسة التصنيع العسكري اللي تحت وزارة الدفاع والهيئة معنى بالقطاعات العسكرية. وبعدين يأتيك القطاع الثالث. القطاع الثالث هنا مقصود فيه الغرف التجارية والمجلس الغرف. هذا القطاع مهمته أن يقوم بنقل الصورة بين الطرفين، بين القطاع الخاص والقطاع العام أو القطاع الحكومي، وإبراز إيش التحديات اللي يواجهها. والأمر الآخر أيضا إيجاد المعلومة. ومن المعلومات التي سعت لها غرفة الرياض خلال الفترة هذه هي إيجاد أطلس عن الفرص، عن الشركات المؤهلة لتوريد الصناعات العسكرية. هذا الأطلس كان بالتعاون بين غرفة الرياض وبين مؤسسة التصنيع المحلي. نجي على أطلس. نعم. مهندس أسامة، بس خلنا على المحتوى المحلي. جميل. للصناعات، أنت تقول المحتوى ما أعطى المرحلة الحالية النتيجة اللي كانوا يرجونها بشكل كامل. طيب احنا نبغى نوصل للنتيجة الممتازة اللي تخدم الصناعة بشكل كامل. جميل. المحتوى المحلي هو اصبح اسم الوحدة محتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص. الهدف منها كان شقين: الشق الاول ازالة العوائق، والهدف الثاني انه يتابع قضية انه الجهات الحكومية والشركات انها تشتري من منتجات محلية. في الشق الاول الحقيقة يعني اجتهدوا اجتهاد كبير وحققوا وعملوا ورش عمل في كل مناطق المملكة، ولكن في الاخير تحولت الى لجنة سموها لجنة تيسير، وبدت هي اساسية تقوم بالعملية هذه. الان نجي للشق الثاني وهو الاهم بالنسبة لنا، هو قضية تحديد حجم الطلب. فنعطي مثال: لما نأتي على مثلا موضوع المعرض هذا يذكر عن 80,000 فرصة من قطع اللي ممكن تكون استثمارية. السؤال الآن كيف يحول هذه الفرص إلى استثمار حقيقي على عمل الواقع؟ حقيقي فعلي. نعم. بدراسات بأرقام اقتصادية تثبت جدواها. الهدف هنا الربط هذا، المحتوى المحلي دوره أن يعمل هذه النوع من الدراسات، ودوره أيضا يحدد فعلا بالأرقام ما هو المفروض أن نصل إليه. لحد الآن لم يصلنا أي رقم من المحتوى المحلي لأي وزارة من الوزارات، وإنما فقط عبارة عن متابعات لما يسمى بالمؤشرات أداء عند الوزارات وليست مطبقة. ممتاز. أنا بنتكلم عن هالموضوع خاصة، إذا جينا شفنا شركات توقع تفاهمات وتحالفات نبغى فائدتها وكيف نستفيد بشكل كامل من هالتحالفات بشكل كامل. بس خلينا نروح لزميلي عبد العزيز الموينع اللي بينقلنا ايضا صوره اخرى من صور هذا المعرض وهذه التظاهره والمهرجان كما يذكر المهندس أسامة ايضا زي ما يحب. نذهب لك عبد العزيز. شكرا لك زميلي فيصل. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في تغطيتنا لمعرض أفيد 2018 الذي يقام هنا في العاصمة الرياض، الذي احتضن الكثير من الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع قطع الغيار والتصنيع العسكري. أيضا شهد العديد من اتفاقيات التعاون واتفاقيات المفاهمة واتفاقيات التطوير والتصنيع بين العديد من الشركات السعودية والشركات الأجنبية التي تعمل هنا في المملكة. من خلال هذا اللقاء مشاهدينا الكرام نتعرف
انعطاف اكثر حول بعض الصناعات العسكريه التي تعرض هنا في معرض افيد 2018 من خلال لقائنا مع الاستاذ رشيد العنزي مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشركه مشاريع الدفاع. حياك الله استاذ رشيد. الله يحييك ويسلمك. احنا طال عمرك اول شركه سعوديه وهذه احد مصانعها مصنع مشاريع الدفاع للتجهيزات العسكريه. احنا طال عمرك عندنا ثلاث خطوط انتاج اللي هو الستر الواقيه من الرصاص والالواح الواقيه من الرصاص والخوذ الواقيه من الرصاص. طبعا حسب نظرتنا السابقه والتسابق مع الرؤيه 2030 تم نقل وتعاقد مع شركه هولنديه ديفنس انتربرايز لتوطين التقنيه في السعوديه وتم انشاء مصنع مشاريع الدفاع. وهذا المصنع يوجد في الخرج ومن اهدافنا اللي هو توظيف ابناء البلد وتلبية احتياجات القطاعات العسكرية. زي ما انت شايف هنا عندك السترة هذه لحماية الشخصيات. هذه يمكن من اكثر السترة اللي كانت لافتة نظر اغلب الزوار للمعرض بحكم انه لونها ابيض. اي نعم، هذه السترة لانها لونها ابيض تلبس تحت الثوب، وزنها نص كيلو ما حد يشوفه، تحمي من التسعة ملي والطعن لحماية الشخصيات في مجالاتهم. طيب بالنسبة يعني عادة التجهيزات العسكرية تكون مكلفة، تجهيزها يكون مكلف أم بيعها يكون سعرها غالي؟ أنتم يعني كشركة وطنية حجم المنافسة تحديدا في السعر كيف شفتوه في السوق؟ حنا بإذن الله راح ننافس إقليميا، بننافس بإذن الله إقليميا لأنه الستارت للماتيريا حقتنا تبدأ من البترول ثم تتورد إلى سابك ثم تذهب إلى الشركات العظمى ثم تتورد إلى مصانع أخرى على شكل رولات ثم تعاد إلى البلد. وحسب توجيهات ولي العهد اللي هو closing the gap، لأنه بإمكاننا كمصانع سعودية والخبرات الموجودة من المهندسين أن نبدأ من الصفر حتى يكون عندنا الآيتم هذه زي ما أنت شايف وكلها تم اختبارها. لو سمحت اللوح تم اختبارها من القوات البرية. هذا يستخدم في الخطوط الأمامية لاخواننا جنودنا في حد الجنوب. هذا تم يعني اطلاق عليه من القوات البريه ثلاث طلقات ضد الرصاص اللي هو اقوى نوع رصاص ولم يتم اختراقه. يعني انتم يعني كشركه كيف شفتم حجم التنافس وحجم اتساع السوق من خلال مجال التصنيع العسكري؟ معرض افيد كيف ساهم في دعمكم انتم كمصنعين للتجهيزات العسكريه ايضا؟ طبعا معرض افد ساهم مساهمه كبيره. جميع القادات العسكريه موجودين يشوفون المنتج يتناقشون مع المهندسين. الشيء الثاني من اهدافنا ان تثقيف القطاع العسكري ومعرفه احتياجاته، وعارفين احنا حجم السوق مهما كان يعني السوق كبير ولا زالت كانت تتورد والحمد لله الان تم توطينها. والمعرض جمعنا كلنا كمستثمرين وكمهندسين وكمستخدم نهائي اللي هم القادات العسكرية اللي يوجهون بطرح هذه الأشياء للمحتوى المحلي أولى من المورد الخارجي. شكرا لك عفوا وشكرا على الاستضافة. مشاهدينا الكرام كان هذا حديث الأستاذ رشيد العنزي مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة مشاريع الدفاع التي تعرض منتجاتها هنا في معرض أفيد 2018. الآن عودة بالصوت والصورة لك زميلي فيصل في استوديو ساعة في الاقتصاد. شكرا عبد العزيز. اعود مره اخرى للمهندس اسامه زامل رئيس لجنه الصناعه والطاقه والثروه المعدنيه بغرفه الرياض. مهندس سامة، تكلمنا قبل ما نذهب الى الزميل عبد العزيز انه في تحالفات وفي ايضا تفاهمات وقعت ما بين شركات عديده من اول يوم وحتى اليوم، لكن انا ابي افهم وخلي المشاهدين ايضا يفهمون ايش فائده هذه التحالفات، ايش فائدة هذه التفاهمات، وهل انه اللي نشوفه الان كله نظري نبغى عملي؟ هل بدأنا بالفعل عجلة الصناعة تدور، عجلة العقود بدأت بالفعل او انها تحتاج الى وقت؟ الحقيقة هذه احد انا يعني كلامنا انا وياك قبل الحلقة قضية انه اثر المعرض، هذه من الاثار المعرض هي قامت هذه التحالفات والتفاهمات. الحقيقة اللي حصل في بموضوع التفاهمات هذه كان سابق المعرض، والمعرض هذا هو يسمى معلم او يسمى بالمايلستون، لانه الان تواعدوا على ان يوقع هذا الاتفاقيه تفعل. الهدف منها ايش؟ الهدف منها شيئين. الهدف الاول انه
توطيد العلاقة بين الأطراف لتبادل المعلومات اللي تكون طابعها سري، وتكون أيضا تهيئ لقيام بدراسات، بعضها تكون دراسات جدوى وبعضها كعقود توريد. ولكن هذا مرتبط بشيء مهم جدا، ووجوده تحت مظلة المعرض وتحت ومنظمينه أنه يقول رسالة، يعني نحتاج إلى عقود، نحتاج أنه فعلا الوزارات الحكومية والقطاعات تبدأ تعطي هذه الشركات هذه العقود حتى تبدأ فعلا يكون الأمر في جدية، ويبدأ البنوك يبدون يمولون هذه العقود. فإجابة على سؤالك أنه التفاهمات هذه الآن أهميتها أنها نقلة في قضية أنه يصلون إلى مرحلة توريد هذه العقود. ومثال بسيط يعني سمعناه اليوم على بعض الشركات، مثلا في بعض مجموعة مثلا السفن، شركة الزامل السفن وقعت مع مؤسسة الإلكترونية المتقدمة. السبب من هذا أنه الآن وجود السفن يحتاج إلى إلكترونيات وأجهزة تقنية، الآن هذا التحالف سيساعد في عملية توريد للقطاعات العسكرية حسب التفاهم مع القطاع العسكرية، فالتفاهم هنا ساعد في هذا التوجه. وأيضا يعني إذا جينا نتكلم عن الموضوع، ترى مش لازم تكون الوزارات داخلة، يعني ممكن إنه التفاهمات ممكن يصير مصلحة ما بين شركة وأخرى. ممكن هذا يعني أيضا نعم صحيح. يعني مو بشرط. أيضا نتكلم عن أطلس. جميل. حقيقة الفكرة الجميلة اللي هو الكتاب اللي يلي تكلمنا عنه، طبعا هذا الكتاب أبشر. أفد أطلس. أبشر. الحقيقة يعني هذا الكتاب هذه أحد بركات هذا المعرض وهذا الملتقى وهذه التظاهرة. الحقيقة هو عمل مشترك بين غرفة الرياض وبين المؤسسة إدارة التصنيع المحلي للعسكري في وزارة الدفاع. قمنا بعمل حصر للشركات المؤهلة للتوريد أو المصانع المؤهلة للتوريد للصناعات العسكرية وجمع بياناتها بحيث أنها تكون موجودة تحت مظلة ما يسمى منصة واحدة، هذا وسمينا أطلس. والفكرة منه أنه هذا الأطلس سيكون مرجع لكثير من الموردين وأيضا للطلبات من القطاعات العسكرية يحتاجون لهذا لمعرفة المنتجات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وهذا جزء مهم جدا للمحتوى المحلي لتعزيزه. هذا من جانب. الجانب الآخر هذا بداية الموضوع وليس نهايته. هذا كان إطلاقه في المعرض، والفكرة أنه سيستمر لكي نجمع أكبر عدد من الموردين والمصنعين السعوديين لهذه القطاع الواعد. زي ما ذكرت في بداية الحلقة أن هذا الوعد وعد فيه الأمير محمد بن سلمان في تحويل القطاع العسكري من قطاع استهلاكي لقطاع إنتاجي، وهذا جزء مهم من هذا الوعد بإذن الله. إن شاء الله. أبو عبد العزيز، أيضا يلي تكلمنا عن الشباب السعودي والمستقبل، يعني شفنا المقابلة ولي العهد مع الجريدة، إذا جينا نتكلم على أنه تكلم بشكل واضح عن تطوير وزارة الدفاع بحيث أنها تكون أكثر جدية من ناحية الأسلحة، من ناحية توطينها بشكل كامل، أيضا مع الرؤية بشكل كامل. نبغى أيضا مع هذه المعارض الوضع الواضح في هالجانب، كيف تشوفها في المستقبل؟ ممتاز. أول شيء أنا ممكن أقول لك من ناحية التوطين، والشباب السعودي هم الذين يحملون الراية في هذا المجال من مصدرين. مصدر الأول هم ترى كثير من القطاعات العسكرية خرجت لنا شباب يعني يعملون في قطاعات واعدة وفعلا عملوا في مجالات صناعات عسكرية، جربناهم في كثير من الشركات. وأنا أقول لك يعني من أعطيك مثال واضح وسريع، من قام في هذا الأطلس هم عبارة عن 4 شباب سعوديين ومع شابة سعودية وأسميها بالأسماء، الأخ وليد أبو خالد، عمر الشملان، طرف المطيري، وأيمن الحازمي، معاهم الدكتور محمد المعجل. هذول الخمسة لعبوا لعب يعني مهم في إخراج هذا الأطلس، وهذول الشباب كلهم يعملون في القطاع العسكري، بعضهم من وقع عقود في هذا المعرض اليوم، وبعضهم سيورد للقطاعات العسكرية. هذول مثال من الشباب الواعد المستثمر وأيضا يعمل في الصناعة. أضف إلى ذلك بعض الصناعات الآن كثيرة أو كثير منها يعني وظفت سعوديين في قطاعاتها الواعدة في عدة مجالات. فالسعودي
اللي عنده القدرة أن يورد. السؤال تهيئة الجو المناسب له، التدريب المناسب له، حتى أنه يستطيع أن يكون فعال ومنتج. هل يلزم بالتدريب المصنع يلزم عشان إذا جينا نوقع عقد مثلا أنه نلزمه بالتدريب، ولا الحق أنه لا يعني أنت كذا تعطيه بزيادة؟ أنا الحقيقة موضوع إلزام التدريب هذا مرتبط بالعقود. فأنا لما أتي أسس مصنع أو أسس أي منشأة أحتاج يكون عندي عقد أبني عليه تكاليفي، أساس يكون واحد واقعيين. هذه جزء من التكلفة، لكن أنا أنظر إلى موضوع الاستثمار في الشباب السعودي كاستثمار. يعني ما سأقوم بدفعه للشباب السعودي ليعمل معاي هذا استثمار للوطن. وبالتالي لما يكون جيني عقد للقطاع الخاص والعقد هذا طويل الأمد، هذا سيساعدني في توطين الأيدي العاملة السعودية والاستثمار فيهم لتطويرهم. وهذا بالعكس هذا أقل من الحقوق التي القطاع الخاص يقوم فيها. ودور الغرف التجارية الحقيقة هي من النوع الممكن لهالشيء هذا، وعمل يعني زي ما تقول الربط في هذا بين التدريب والموائمة بين سوق العمل، بين الطلب والعرض بالنسبة لسوق العمل. توطين الأسلحة أو توطين صناعة الأسلحة، كم تتوقع أنه تكون فيها التوطين؟ الحقيقة حسب يعني مؤشرات الرؤية ب 2030 سيصلون إلى 50%. 50% ب 2030. الآن حسب المؤشرات الأساسية الآن، هذا اللي طلبته في البداية، أنا لا يوجد عندنا أرقام توضح، أرقام فعلا توضح كم نسبة التوطين في هذه الصناعات. نحتاج أن نخرج من هذا المعرض بأرقام حقيقية اقتصادية تبين كم نسبة التوطين في الصناعات العسكرية والصناعات الأمنية. ممتاز. المهندس أسامة عبد العزيز الزامل، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، شكرا جزيلا لك أبو عبد العزيز على وجودك معي في هذه الفترة. عبد الله نروح ناخذ فاصل قصير أعزائي المشاهدين، وبعد كذا نرجع، لا تذهب بعيدا. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في معرض القوات المسلحة أفد 2018. قبل الفاصل تكلمنا مع المهندس أسامة الزامل، الآن معنا الأستاذ وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط أيضا في شركة نورثروب جرومان. مساك الله بالخير أستاذ وليد. شكرا للاستضافة الكريمة. الله يحييك، وأيضا نرحب بالمهندس تامر حمود الشمري، مدير المشاريع المكلف للعلاقات العامة والتسويق في التمكين الصناعي. مساك الله بالخير مهندس تامر. شكرا لاستضافتكم. الله يحييك. أستاذ وليد، في البداية كيف يعني فائدة، كيف شفت فائدة هذا المعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلني كممثل لشركة عالمية في الدفاع والطيران متواجدة في المملكة، ولكن أولا كمواطن سعودي صراحة لنا الفخر أن يكون معرض مثل هذا في المستوى هذا موجود عندنا في المملكة العربية السعودية وخاصة في الرياض. ففعلا شيء رائع تشوف شركات عالمية جت من جميع شتى أنحاء العالم وشركات محلية في مكان واحد يتواصلون في لغة واحدة على موضوع توطين الصناعة في المملكة العربية السعودية. أبغاك أنت الآن بما أنه تتكلم عن شركة عالمية وكونك ترأس هذه في الشرق الأوسط، يعني هذا يزيدنا فخر حقيقة، لكن الناس تكلموا عن الموضوع نظري، نبغى شيء عملي، هل لاحظت أنه في شيء عملي هنا في ما شاء الله صار في توقيع عدة اتفاقيات في المعرض هذا، وطبعا أنا من المتابعين للمعرض توطين الصناعات من سنتين من قبل ومن سنتين من قبله، وفرق كبير شاسع بين الأمور العملية اللي فعلا قاعدة تتم على أرض الواقع. وأظن بإذن الله تعالى إذا نظرتنا للمستقبل حتحس الفائدة حتعم أكثر وأكثر، لأن فعلا في أمور كثير قاعدة تسوى في المملكة العربية السعودية كنا نحلم بها الآن هي على أرض الواقع موجودة. جميل. مهندس ثامر، كلمنا عن تمكين في البداية شاكر استضافتكم. التجمعات الصناعية هي إحدى الجهات الحكومية التابعة لمنظمة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. التجمعات الصناعية هي كانت من البداية مع معرض أفد، فكانت هي شريك أساسي معاه من البداية في تمكين الصناعة وتمكين الصناعة العسكرية بالأخص. مشاركتنا السنة هذه تحت منظمة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، طبعا اجتمعنا عدة جهات مختصة في الصناعة، وشعارنا السنة هذه ممكنو الصناعة. تواجدنا اليوم هنا احنا مع الجهات الشقيقة اللي هي مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صندوق الصناعي وصادرات السعودية. عملنا تركيز السنة هذه على المستثمر الأجنبي خصوصا والمستثمر المحلي خصوصا الشباب السعودي اللي حاب يبدأ بالاستثمار، حيث اننا نمشي على رحلة معينة انه يبدأ من الاستشارة الهندسية والمعلومات الصناعية ياخذها من التجمعات الصناعية، ثم ينتقل الى مجهزي الأراضي الصناعية والبنية التحتية للمصانع اللي هي مدن والهيئة الملكية في الجبيل وينبع. بعد ذلك يأخذ الإرشادات من الصندوق الصناعي وكيفية دعم المشاريع، ثم يعني يعمل له برنامج خاص عن طريق الصادرات السعودية لتسويق المنتج بعد الانتهاء منه. بالإضافة إلى ذلك وكالة الصناعة وكالة وزارة شؤون الصناعة مشاركة أيضا معنا، وهي لتوفير الرخص الصناعية وتوفير المعلومات الصناعية عن طريق المركز الوطني للمعلومات الصناعية. ممتاز. مهندس ثامر، أيضا إذا جيت تتكلم على التجمعات الصناعية بمثل هذا، هل هناك صعوبة في الحصول على التراخيص على الأمور الروتينية، هل هي موجودة أنت بحكم يعني خبرتك؟ لا يوجد صعوبة، بما أنك أنت الشروط متوفرة معك فلا أظن يوجد صعوبة في الموضوع، فقط تحتاج إلى ترتيب دراسة الجدوى، وتكون عندك رؤية واضحة في الاستثمار، وعندك يعني تكون مشروع جاهز تود الاستثمار به. فإذا توفرت عندك الممكنات هذه شوف دراسة الجدوى تلقاها عند كل الشركات، صح ولا لا؟ أنت وين تشوف الصعوبة عند الشركات؟ الصعوبة في إيجاد الفرص الاستثمارية، مو بالمعرض هذا المعرض هذا بس لك. كيف انه تشجع المستثمر المحلي انه يدخل في المستثمر الاجنبي؟ ما عنده مشكله يجي يدخل في السوق لانه قادر على الصناعه، بس اللي ياخر الصناعه عند المستثمر المحلي هو الخوف من دخول الصناعه، لانه التركيز كان مين اللي راح يشتري مني بالنهايه. فمع مع مع معرض القوات المسلحه وزاره الدفاع يعني شاكره تدعم المصنع المحلي بتوفير القطع، فالان الصوره صارت واضحه لهم بالمنتجات المطلوبه
والكميات المطلوبة خلال الخمس سنوات القادمة. ممتاز أستاذ وليد، تفضل. إذا أمكن أعلق على الموضوع، لأن هذا موضوع طرق له أخي العزيز هنا مهم جدا جدا للصناعة المحلية. الإشكالات يوجد بعض المصاعب، ولكن المعرض هذا بإذن الله بنهاية المعرض هذه صار طبعا عدة ورش عمل الحين قاعدة تصير حاليا، وبعد كذا بيكون في توصيات ترفع لسمو وزير الدفاع. إحدى الإشكالات الرئيسية الموجودة عندنا في المملكة هي عدم وجود بيانات واضحة للمتوفر، عدم وجود البيانات. فمثلا المصانع المحلية الحالية وش القدرات المحلية الموجودة في المملكة؟ هذه من منظور شركات عالميه تبي تستثمر هنا، اذا نبي نصنع شيء هنا وش القدرات الموجوده، وش الفراغات، وش ما هو موجود. بنفس الوقت المستثمر المحلي فعلا في عنده ما في بيانات واضحه تقول ان في عندك فرص عمل صناعيه في المجال هذا او المجال هذا. فاظن هذه احدى التوصيات باذن الله بترفع لاعلى مستوى في المملكه على اساس يكون في بيانات واضحه تساعد الجميع، فاما المستثمرين المحليين او المستثمرين من برا، على اساس يقدروا يسوون يدعمون الصناعه المحليه هنا. انا عارضك اخوي ابو خالد، بس وجود برنامج التجمعات الصناعيه هو لتوفير هذه الارقام والبيانات. نحن نعمل حاليا على ايجاد فرص استثماريه في الصناعات السريعه ومتقدمه النمو اللي هي مثل صناعه السيارات وغطاء الغيار. يوجد دراسات حاليا متوفره وارقام متوفره في صناعة التعدين والمعادن، أيضا يوجد فرص أقرها البرنامج وأتاحها للجميع. الفرص هذه هل هي مقصود فيها عقود؟ فرص استثمارية تم دراستها عن طريق الجهات الحكومية. على سبيل المثال المؤسسة العامة لتحلية المياه قمنا معهم بدراسة إيجاد فرص استثمارية، ووجدنا 31 فرصة استثمارية من خلال المعدات مثلها في المواد الكيميائية بالإضافة إلى قطع الغيار. فوجدنا فرص وطرحناها إلى المؤسسة العامة تحت المياه، وهي الآن تسوق للفرص هذه. بس أن كيف تصل للمستثمر المحلي والأجنبي، هنا دور الجهات الحكومية المقصودة في توصيلها. يعني كان القوات العسكرية قوات مسلحة الآن تعرض القطع للمستثمرين الموجودة عندها، فأتوقع بالمعلومات متوفرة لدى الجهات الحكومية. هو كلامه صحيح طبعا، وبالعكس دور التجمعات الصناعية دور رائع جدا ومحوري ومهم جدا. أنا أتكلم كنت توجيه بما أن المعرض عن التوطين الصناعات العسكرية، كنت أتكلم عن المعلومات لها علاقة في القطاع العسكري الصناعات العسكرية. ولكن يا أخي دائما نبتدي خطوة خطوة، أظن كبداية عندنا معلومات الحمد لله. ويمكن زميلي المهندس أسامة زامل تكلم عن أطلس الصناعات العسكرية، هذا بجهد بين الغرفة التجارية ووزارة الدفاع التوطين الصناعات. الحمد لله ابتدينا بشيء بسيط اللي هو حوالي 183 شركة محلية مؤهلة للتصنيع العسكري، ويختلف تماما عن التصنيع الغير العسكري لان مواصفاته تختلف شوي، مع انه طبعا في تشابك وفي ممكن، بس في اشياء غير حتى يعني المكيفات والاشياء يعني بالضبط شامله بشكل كامل. في طبعا الصناعات العسكريه لها مواصفات معينه، ولكن يا اخي في خطا اذا المستثمرين اعتقدوا ان الصناعات العسكريه معناها تصنع مركبه عسكريه او طائره او شيء، لا، ممكن تصنع عند خراطيم، ممكن تصنع بطاريات، اي نعم. فهذا كله يدخل في المجال هذه، ووزاره الدفاع مشكوره ابتدت يعني 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 في خطوه ممتازه جدا. وباذن الله الخطوه الثانيه ان يكون يعني اذا تشوف المعرض هنا ليس فقط موجود وتواجد وزاره الدفاع، ولكن جميع الجهات الحكوميه اللي تدعم هذه. فاحنا في وقت الحين لابد تكاتف جميع القطاعات الحكوميه والخاصه، تكامل القطاع الخاص مع القطاع العام. ممتاز. في الموضوع لنجاحه. مهندس ثامر، ابغى التجمعات الصناعيه عطنا دورها، يعني تكلمنا عن دورها. التجمعات الصناعيه هي احدى الجهات الحكوميه تابعه لمنظمه الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه، وهي الجهة الرائدة في الاستثمار الصناعي وتعمل على دعم. كم لها؟ 10 سنوات متواجدة، وقعنا العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات، ونعمل على دعم الصناعة من خلال استقطاب الاستثمارات الدولية والمحلية في الصناعات السريعة والمتقدمة، زي ما ذكرت صناعة السيارات والتحلية والطاقة الشمسية والبتروكيميكال والبلاستيك، صناعات عديدة. يوجد لدينا خمس قطاعات متوفرة ويندرج تحتها صناعات عديدة. فدور البرنامج دور استراتيجي في توفير الفرص الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، حيث أنه يأتي يلقى يعني يجد الاستشارة. كم فرصة يعني أنجحتوها أو تم العمل فيها؟ العديد منها مع ما عندكم إحصائية؟ لا يوجد أرقام معينة لدي الآن، بس يعني العديد منها القوات المسلحة شاركنا معهم البداية، وصدرنا CD في قطع الغيار
بالتعاون مع الجهات الحكوميه، فكان يعني فرص قطع الغيار بدات معنا احنا كجماعات صناعيه بالاضافه الى مجهود الجهات الحكوميه الاخرى. واتوقع الاخ ابو خالد كان معاصرنا في الموضوع هذا. صحيح، دورهم محوري جدا ومهم جدا كتجمعات صناعيه، والحمد لله حققوا نجاحات عديده في الـ في الـ. طيب استاذ وليد، اذا جيت اتكلم على الشاب السعودي، احنا نبغى نوطن صناعه الاسلحه والصناعه بشكل عام، لكن ايضا نتكلم على ان هذه شيء جديد. صحيح، صح ولا لا؟ صحيح، فهذه تحتاج الى وقت ولا لا؟ ان والله ممكن شوف شبابنا وشابات الموجودين حاليا والله العظيم قادرين على الدخول في الصناعه هذه، وما هي بصعبه. في عندنا امثله هنا نفتخر بها كمواطنين. في عندك مثلا، اعذرني بذكر بعض اسامي الشركات ولكن تمثل فعلا نجاح. طبعا الجميع يعتقد ان الدخول في الصناعه العسكريه شيء معقد وصعب، ولكن ما في داعي تبتدي في امور معقده وصعبه، تقدر تبتدي في صناعات عسكريه بسيطه. في شركه سندس هنا تراسها امراه مواطنه سعوديه، ما شاء الله ابتدت من امور بسيطه صناعه الثياب العسكريه، والحين ما شاء الله وصلت مرحله تتعامل مع شركات عالميه تصنع قطع لحمايه الطائره في حمايه الطائره، هي واقفه يعني في القاعده. ونجاحها يتكلم عنها الشركات العالميه، يتواصلون معي يقولون فعلا يتعاملون مع شركه محليه في القدرات عالميه. في عندك شاب سعودي ما شاء الله هنا، عبد العزيز عقيل، صمم سياره ممكن تستخدم للقوات الخاصه، ممكن تستخدم في امور تضاهي شركات مصممه من شركات عالميه. القدرات موجوده، بس ولكن اللي ابي اطلبه من الشباب والشابات لا يفكرون في الامور المعقده كانظمه متكامله، يبتدون في البسيط، يبتدون في صناعه بطاريه، يبتدون في صناعه خراطيم، يبتدون في صناعه ملابس عسكريه، وباذن الله خطوه خطوه اذا عندهم التوجيه الصحيح والاستراتيجيه الصحيحه بيوصلون الى مستوى. رياده كبير. الاعمال وينها عن الموضوع هذا؟ لا احنا طبعا وهذا دور برضو مهم جدا، انا اظن مع اداره قوة توطين الصناعات العسكرية في وزارة الدفاع ودعم الغرفة التجارية ومجلس الغرف، في جزء كبير أن لصناعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأن الأفكار ترى الأفكار الرئيسية تبدأ دائما من شركات بسيطة جدا. أنا كنت جزء من شركة عملاقة عالمية تستحوذ على شركة صغيرة، ويوم رحت مع الشركة هذه أشوف الشركة الصغيرة حصلت شاب صغير في كراج منزله قاعد مصنع شيء بسيط والشركه بتشتري. فاللي بقوله يا اخي لابد ان نحلم للمدى البعيد، لابد ان خلي الانسان يكون طموح، لا يشوف الصعوبات ولكن يشوف الايجابيات اللي قدامه. في تواصل مع هيئه المنشات الصغيره والمتوسطه لدعم الصناعات هذه. ممتاز. ايضا مهندس ثامر، ممكن الصناعه، ممكن الصناعه هو مثل ما ذكرت في البدايه، احنا وجودنا هنا تمكين الصناعه، تمكين اي شخص سواء كان شاب سواء كان رياده الاعمال. جوكم الشباب هذول؟ فعلا هذا هو تركيزنا، تواجدنا في المعارض المحليه هنا لدعم الشباب. طيب شفتهم جو؟ في كثير من الشباب يزورون جناحنا واعطيناهم التسليم. هذا اول مره تشاركون مع المعرض؟ لا، شاركنا مع معارض اخرى خارجيه، والحمد لله علاقه نجاح يعني مع المستثمر الاجنبي. قصدي افد اول مره. افد لا افد كتجمعات صناعيه معاهم من البدايه، بس كما منظومة طاقة متكاملة موجودة أول مرة نشارك معهم في تواجد جميع الجهات في جناح واحد يمثل منظومة الطاقة. وشعارنا زي ما قلت حطينا ممكن الصناعة، حيث نوفر المعلومة الصحيحة ونقدر نقول مركز موحد للإجابة على جميع الأسئلة واستفسارات الشباب اللي حابين يدخلون. طيب ما تشوف الشباب أنهم بحاجة إلى من يساعدهم في التمويل؟ فعلاً فعلاً. من يساعدهم على يعني استقراء المستقبل لمشروعهم؟ فعلا. هل هذه موجودة عندكم؟ موجودة من خلال الدراسات اللي يعني يصدرها البرنامج، أنها توضح التكلفة المادية وتكلفة إنشاء المصنع وتكلفة يعني بشكل عام المنتج بشكل عام، توفر له المعلومات. والآن ماشي يعني ما شاء الله، شوف أغلب الشركات الاستثمارية تدعم الشباب وتدعم، يحتاجون معلومة صناعية، يحتاجون فرصة صناعية، فحنا نوفرها لهم وهم بدورهم يأخذونها ويعني يطلبون الاستثمار سواء عن طريق الصندوق الصناعي أو عن طريق الشركات الاستثمارية اللي مشاركة في الاستثمار الجريء وأنواع الاستثمارات الأخرى. إذا تسمح لي أعلق الموضوع هذا، أنا كوكيل وزارة سابق لشؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة سابقا، هذه كانت إحدى النقاط الكثير من رواد الأعمال
والصناعيين يتساءلون عنها، أن تشتت الجهات لا علاقة في الصناعة، عندك مدن، عندك جهات كثيرة لا علاقة في الصناعة، ولكن من المرجع الفعلي؟ فأظن ممكنو الصناعة فكرة رائعة جدا، لأن صاروا كلهم متواجدين في مكان واحد، وان سنتر شوب، وان ستوب شوب مثل ما يسمونها، يجون يتساءلون عن كل شيء. نحن لم لكن نصل... ما تعطون رخص، ما لا, لا بس معلومات. الرخص تعطي اذا يعني المستثمر الجاد اذا حاب يدخل المجال ياتي عن طريق وكاله وزاره شؤون الصناعه. صحيح. وياخذ الرخصه الصناعيه منها، بس انه تواجدنا هنا لتقديم النصيحه والمشوره وتمكينهم على الاستثمار. نحن لم نصل الى الحد ان نقول الحمد لله عندنا منظومه متكامله، لا لم لا في المملكه بعد حتى الان المنظومه مش متكامله باذن الله. لا توجه واضح جدا سنصل لها بقريب جدا. مثلا موضوع التمويل للرواد الاعمال، في جهات كثيره برضو تقول احنا مستعدين ندعمكم. طيب. انا اظن الفكره ان واضحه الفكره اللي ستساعد جدا، وباذن الله سنصل للهدف. اعزائي المشاهدين، اسمحوا لي ضيوف الكرام بنروح لزميلي عبد العزيز الموينع في مكان اخر من اماكن هذا المعرض. اليك عبد العزيز. شكرا لك زميلي فيصل. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في تغطياتنا لأفيد 2018 الذي يقام هنا في العاصمة الرياض. نتعرف أكثر على بعض المنتجات التي يتم عرضها في أفيد 2018، تحديدا ما يختص ببعض المنتجات الكيميائية. ضيفنا في هذا اللقاء المهندس هشام الدهام، مهندس الصيانة بالشركة الكيميائية السعودية. حياك الله مهندس هشام. حياك الله وسهلا، تشرف معرفتك. أول شيء أبغاك تحدث، تعطينا نبذة تعريفية بسيطة عن الكيميائية السعودية. الشركة الكيميائية السعودية تأسست عام 1972 ميلادي وقائمة إلى يومك. كانت متأسسة بشركة سويدية نايس رونوبل، وتملكها بعدين رؤوس أموال سعوديين، ومن يوم احنا مختصين بالمتفجرات المدنية، من حيث اللي هو يحتاج الواحد أنفاق، عندكم معادن تعدين، عندكم طرق، بعض الخطوط الأنابيب اللي تنتهي مسافات طويلة، تحتاج إلى أنت المتفجرات المدنية حتى تسهل لك العمل بالحفرة والأشياء هذه. طيب إذا ممكن تعطينا بس نبذة تعريفية بسيطة عن أبرز الأشياء اللي أنتم تعرضونها في الجناح عندكم. إيه، فحنا عند تقريبا المنتج هو يتكون من شيء أساسي اللي يسمونه الإيمالشن. هذا المتفجر هذا تقريبا الحمد لله بشكل كبير آمن، لكن تحتاج إلى ما يسمى بالصاعق. الصاعق هذا هو اللي ينحط داخل المتفجر حقنا ويقوم بعملية التفجير. طبعا هذه تستخدم تحتاج إلى كميات كبيرة بعض المواقع على حسب المواقع كذلك، لكن تستخدم كميات كبيرة وصواعق بشكل كبير في الموقع حتى تقوم يعني بعملية التفجير. ايضا الامور المختصه بالقنبله اليدويه هذه تم تركيبها عندكم ايضا في المصنع؟ هذه بالعكس، هذه لسه حتى الان ما في انتاج لها، لكن هذه باذن الله مشاريع مستقبليه مع وزاره الدفاع حتى نقوم باذن الله بانتاج مو بس القنابل اليدويه، كذلك الالغام وحزم التوربيدي. ايضا انا ابغى اسالك يعني سؤال الاخير لك حول افيد 2018، يعني انتم اليوم يعني كشركه كيميائيه سعوديه تختصون ببعض الامور، تساعد وتساهم ايضا، ممكن ان تساهم في التصنيع العسكري، كيف شفتوا افيد 2018 وكيف دعمكم في ابراز منتجاتكم؟ بالعكس احنا ما شاء الله يعني قمنا وتم العرض منتجاتنا على قطاع كبير من القطاع العسكري وبزورة الدفاع، مروا علينا الصراحة ضباط كثيرين الصراحة، وعرضنا لهم المنتجات حقاتنا، ليس فقط الحزام عفوا الكلايمور او الحزام حزم طوميدي، كذلك منتجات اخرى قمنا بعرضها عند وزارة الدفاع ولقت الاعجاب، وباذن الله يعني ان شاء الله في راح يكون باذن الله في تعاون بيننا وبين وزارة الدفاع. حياك الله وسهلا. مشاهدينا الكرام كان هذا حديث المهندس هشام الدهام، مهندس الصيانة بالشركة الكيميائية السعودية. عودة لك زميلي فيصل لاستكمال ما تبقى من ساعة في الاقتصاد. شكرا زميلي عبد العزيز. ما عاد بقي معنا الا دقيقة بس لكل ضيف. أستاذ وليد دقيقة، آخر كلام بهالمناسبة هذا المعرض. بالعكس، المعرض هذا دليل على التقدم والرقي في خطوات جبارة قاعد تأخذها المملكة لنصل بإذن الله إلى مصاف الدول المتقدمة، خصوصا في مجال الصناعة، خصوصا أنا أركز على الصناعات العسكرية. بإذن الله إذا وصلنا مرحلة أن القدرات كلها متوفرة هنا كصناعات عسكرية، هذا أمن وطني، وهذه يعني قدرة ممتازة ومهمة جدا للبلد. الطموح مفتوح، شبابنا وشابات طموحين جدا وممكن يصلون لمراحل يعني متقدمة جدا من الابتكار والصناعة المحلية. فبالعكس مشكور كل من ساهم في إنجاح هذا المعرض، مشكورين عليه. ممتاز. مهندس تامر أيضا كلمة أخيرة في مناسبة هذا المعرض. فأنا صراحة نشكر القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفيد على
عرض الفرص الاستثمارية الموجودة ودعمها للمصنع المحلي والأجنبي بتوفير الفرص مع الكميات المحتاجينها خلال 5 سنوات القادمة. وادعو جميع الشباب السعودي والمهتم بالصناعة إلى زيارة معرضنا وأخذ المعلومات الصناعية اللي يحتاجها، وبإذن الله راح نمكنهم ونسهل لهم جميع الاستفسارات اللي يحتاجونها. جميل. المهندس ثامر الشمري مدير المشاريع المكلف للعلاقات العامة والتسويق في التمكين الصناعي، شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذه الحلقة، والأستاذ وليد أبو خالد الرئيس والمدير التنفيذي في الشرق الأوسط لشركة نور ثروب جرومان، شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على تخصيص وقتكم الثمين بمتابعتنا. تقبلوا تحياتي فيصل أحمد شلوب وتحيات باقي فريق عمل ساعة بالاقتصاد، إلى اللقاء. شكرا.